السلام عليكم. كما وعدناكم في إطار يعني توزيع تاع السكنات عبر التراب الوطني، اليوم نعرفوكم على البرنامج تاع السكنات التي تم إنجازها واللي راهي يعني قيد النهاية في ولاية جلفة، واللي يصل عددها بجميع السياق إلى حوالي 8500 سكن في هذه الولاية تاع جلفة. إذن واحد من أكبر الأرقام اللي تم إنجازها يعني بالمقارنة مع الولايات الأخرى، فولاية الجلفة راهي رائدة في إنجاز سكنات بجميع الصيغ. إذن اليوم نعرفكم بهذا البرنامج يعني الكبير نتاع ولاية الجلفة، وبدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو من إنتاج ولاية الجلفة، إذن فيما يخص برنامجها، واللي هذه السكنات سوف توزع يعني طيلة السنة 2023 إن شاء الله. أترككم مع الفيديو والسلام عليكم.